توم وجيري هما أفضل مسلسلات الكرتون اللي ليهم ذكريات معنا كلنا، لكن كان في موسم بيتعمل من فترة وانتهى الموسم، وحب فريق العمل إنهم ينهوا الموسم بطريقة غريبة شوية. والنهاردة هحكي لكم نهاية جيري وبقاء توم اللي كان أشد أعداء جيري. الفيديو بيبدأ بجيري نايم في علبة كبريت، واقف جنبه الفار الرمادي نيبلز والفار توتس، وتوم بيبعدهم بإيده وبيشيل جيري، وباين عليه الإرهاق الشديد من البكاء، وبيقفل علبة الكبريت وهو بيبكي. وبعدها يصرخ من الحزن، وبعدها بيظهر بينكي وبرين وهم شايلين تابوت جيري اللي هو علبة الكبريت ورايحين المقابر. وبعدها ينزلوا جيري في الحفرة ويظهر الكل حزين. وبعدها بيظهر تويتي وهو واقف جنب اسم جيري عند القبر، وبعدها بتبكي توتس، وبعدها بيبدأوا يدفنوا جيري. وبيبدأ الكل يبكي وبيردموا على جيري بالتراب مع صدمة توم. وبعدها توم بيحط حتة جبنة رومي على قبر جيري. مبدئيا كده دي إشارة لنهاية حلقات توم وجيري، إنهم خلاص مفيش حلقات تانية منه. عارف إن الحلقة ممكن تكون حزينة، بس القصد من دفن جيري هي دفن ذكرياتنا معاهم، ده القصد مش أكتر، ودي حصلت في حلقات كتيرة من أفلام الكرتون المعروفة. لو عاوزين أعمل عنهم حلقات اكتبولي في الكومنتات. وده كان شرح للحلقة الأخيرة من توم وجيري الحديث. لو عجبك الفيديو أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مستني دعمكم. سلام.